من له الحق في تسمية المولود أو المولودة، الأب أم الأم، خاصة إذا اختلوا في ذلك؟ أنا والله هذه المسألة يعني أستغرب منها حقيقة، يعني يتزعلون الزوج والزوجة، أنا أسمي أنت تسمين، أنا لي الولد الأول أنت لي الولد الثاني، هاي حياة زوجية؟ هكذا تكون حياة؟ لا يمكن تكون حياة زوجية هكذا. يعني يجب على الزوجين تقي الله تبارك وتعالى، كل واحد يقول حق ثاني وأنت سم ما في مشكلة، بس أهم شيء لا تأتينا باسم إيش دايخ، يعني ليك واحد اسمه دايخ فيكم بس أنت توه قال معه، لا تأتينا باسم لا يليق مثلا، لا تأتي باسم محرم أو اسم سيء أو كذا أو هذا، ما في، خلي تسميه سم أنت. أما يصير صراع بين الزوجين على أمور تافهة، على الزوجين يتقي الله تبارك وتعالى ويتفقان على اختيار اسم، أقل شيء ضاقت قرعة، صحيح والله قرعة بينهم. وأحيانا يتدخل الأب والأم، سواء من جهة الأم أو من جهة الأب، نبي الاسم كذا ما نبي الاسم كذا، وأحيانا يقع طلاق بسبب هذه الأمور التافهة. لا يجوز الخلاف بين الزوجين على هذه الأمور.